ولدت الفنانة اللبنانية سميرة توفيق في 25 من ديسمبر عام 1935. اشتهرت بالغناء باللهجة البدوية. قدم لها الشعراء والملحنون من لبنان وسوريا والأردن العديد من الأغاني التي نالت شهرة عربية، منها أغنيات حسنك يا زين وأسمر خفيف الروح للفنان توفيق النمري التي كانت بداية شهرتها، كما ساهمت في عدة مسلسلات وأفلام كممثلة ومغنية أمام كبار الفنانين في كل من سوريا ولبنان. هي عضوة مغنية في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان. ولدت في قرية أم حارتين في محافظة السويداء لعائلة أرمنية. كانت والدتها نعيمة ربة منزل ولها 6 أبناء، جانيت ونوال وسميرة وشارل وجورج ومانويل. أما والدها غسطين فكان يعمل في ميناء ببيروت. بدأت وهي الصغرى بين شقيقاتها تظهر موهبتها الغنائية عندما كانت في 7، وعندما أصبحت في 13 أخذت تحيي الحفلات الغنائية على مسارح بيروت الخاصة بالعائلات، وفي مقدمتها مسرح عجرم. بعدها تنقلت في عدد من المناطق اللبنانية، منها عالية حيث وقفت على أحد أهم مسارحها في تلك الحقبة مسرح طانيوس تغني لسعاد محمد وليلى مراد، فنالت أول مبلغ من المال وهو 100 ليرة لبنانية. كانت عائلتها ترافقها في تنقلاتها، فعرفت بالمطربة صاحبة الأسطول السادس بعد انطلاقتها من بيروت أوائل 60s. تبنتها إذاعة الأردن الرسمية من خلال أغنية بعنوان بين الدوالي، فغنت عبر أثيرها مباشرة على الهواء للشاعر جميل العاصي، وبعدها تتابعت الأغاني وانتشرت أغانيها في لبنان والبلدان العربية، خصوصا أنها تميزت بلهجتها البدوية مما أعطاها لونا خاصا. كانت أغانيها بدوية وقد اشتهرت بهذا اللون، حتى إن الإذاعة المصرية لم تذع أغانيها فترة حكم جمال عبد الناصر وأنور السادات لمصر. ومن أغانيها المعروفة يا هلا بالضيف، التي صارت بمثابة نشيد يذاع في المناسبات عند استقبال شخصيات رسمية في لبنان والعالم العربي. خلال لقاء خاص معها عبر قناة الجديد اللبنانية، وأيضا خلال مؤتمر على هامش مهرجان سوق واقف في قطر، قالت إنها تحب المطربة اللبنانية الشهيرة ديانة حداد، وقالت إن حداد تعتبرها خليفتها في تقديم الأغنية البدوية، وإنها تحب سماع أرشيفها الغنائي بصوت حداد. تعاونت سميرة توفيق مع عدد من الملحنين والشعراء في لبنان والعالم العربي، وبينهم عفيف رضوان وعبد الجليل وهبي ومحمد محسن ورفيق حبيقة وإلياس الرحباني وزكي ناصيف وملحم بركات وإيلي شويري ووسام الأمير وفيلمون وهبي، الذي ربطتها بعائلته صداقة متينة. فالتقت في بداياتها الملحن اللبناني توفيق البيلوني الذي شجعها على الغناء، فاستوحت منه اسمها الفني وقالت له أنا سميرة والتوفيق من الله. بقيت حياتها العاطفية دائما بعيدة عن الأنظار إلا مرتين فقط، عندما ارتبطت بقصة حب مع مدير تلفزيون لبنان الرسمي في 70s عز الدين الصبح، وما لبث الخطيبان أن افترقا من دون أي إثارة ضجة حول الموضوع. وفي منتصف 90s تزوجت من رجل أعمال لبناني يعيش في السويد، وهو الزواج الوحيد الذي حصل في حياتها، وهي مبتعدة عن الساحة الفنية وتعيش مع زوجها في السويد. أحيت العديد من الحفلات في أرجاء العالم، فافتتحت أوبرا هاوس في مدينة ميلبورن الإسترالية إلى جانب الفنان وديع الصافي، وقد حضرت الحفل الذي أقيم أوائل 70s ملكة إنجلترا إليزابيث الثانية، كما شاركت في انطلاق النادي اللبناني المكسيكي، فكانت المطربة العربية الوحيدة التي مثلت بلادها هناك بدعوة من الجالية اللبنانية فيها. حازت المفاتيح البرونزية والذهبية لعدة بلدان بينها فنزويلا التي كرمها مجلس النواب فيها، وكانت تتمتع بقاعدة شعبية كبيرة فيها، كما أحيت حفلات في فرنسا وأفريقيا ولندن. تعرضت لعدة مشكلات صحية، فالنكسة الأولى كانت عام 1965 أثناء أدائها دور البطولة في فيلم بدوية في باريس، وعرض عليها يومها المخرج محمد سلمان أن تقوم ممثلة بديلة عنها بقفزة عن صخرة مرتفعة، فرفضت وأصرت على أن تقوم بالقفزة بنفسها،
فأصيب ظهرها بكسر أجبرها على التوقف عن العمل لفترة، خصوصا أن الأطباء اكتشفوا لاحقا بأن معدتها أصيبت من جراء سقوطها على الأرض بارتجاج، فانقلبت رأسا على عقب واضطرت للخضوع لجراحة لإعادتها إلى مكانها الطبيعي. من أشهر أغانيها يا هلا بالضيف، أسمر خفيف الروح، بيع الجمل يا علي، عالعين موليتين، رف الحمام، بالله تصبوا هالقهوة، دوروا لي عالحبيب، وحوح واني بردانة، لا باكل ولا بشرب. وفي الختام لكم مني أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.